المدير بعد الطرد، وخلى حسن هيدوس في الظهير الايمن حتى سجل الهدف اللاعب الكوري من ضربه ركنيه. هذه حاله الطرد اللي كانت مستحقه، ويجب ان ما يتصرف التصرفات هذه، لان لاعب كبير ولاعب محترف ولاعب في 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 يعني في دوري كبير جدا في اوروبا، ما اثر في ما كان عليه ان يجري الحركه ذي، وطرد واثر على 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 فريقه. اعتقد انه كان شوط جميل، شوط جيد، شوط فيه كل